خلص علينا ما معنا وقت ما نبغى قلبك شلونك في ناس منفسين جايبنا اخلص علي لو سمحت انا ما بيني وبينك كلام في حط الوقت لي وخلنا العب اللعبه بروحه بتغدى وبنام ترى شوف يدخل الرجال هذا يمكن يدخل في اي مكان في اذنك في خشمك لا انا احبه بس عنده اخطاء كبيره ترى والله جد والله ما تلقاه يقدم الفقره انا لاني احبه اعتب عليه عيد السؤال ترى ممكن رجال يا ابراهيم عيد السؤال ترى ممكن رجال لا 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 عيد السؤال انا بقولك يعني لو تدعاد مرة ثانية تتكدف برنامج الواقعي ترجع ولا لا؟ عندنا السؤال لا لو سمحت خلنا ننام لو سمحت خلنا ننام نبي ننام نبي ننام نبي ننام عندنا السؤال سجن يا اخي لا لا تسأل لا لا تسأل سؤال لا ابراهيم لا صار في مشكلة هو منور لبى قلبك شوف جابر سجن تدري الان تسكير هذه العداد يقول كم انخصم عليك؟ كم 5000 تسكيرك هذه ترى مصيبة يا حبيبي انا سجن ولا لا لا سجن حقي انا مو حقك انت اي نعم الحين فائدة اللوكيشن ما تتحكم فيها زي ابغى انا وممكن ممكن مرجع عندي علم فذلك انا وصلت العهدة عندك الله يوفقك حبيبي تبي شيء عيد السؤال تكفى لا لا ابراهيم يا مرجان تبي شيء حبيبي ممكن تخلصنا تبي شيء حبيبي مرجان لا لا تحبني الحين ها احبك حبني يا مرجان الله حبيبي عليك عتب عليك عتب كبير قلتك علي هنا عليك عتب كبير من هنا يا مرجان هاي تجيب الجريش والحوافر انا بنحتريها بعصات العشاء ترى عم بتجمعون خالاتك وعماتك وجدادك هل تجيب الجريش والقرصان يا رجال قفل على ام خالد فمن الله حبيب قلبي مع السلامه سلم عليها الاخوان مع السلامه وقل لهم خلهم يجيبون معهم اللموسي ابشر وحنوني وخلهم يجيبون ترى عشان عندنا بزاري اليوم يبغون يلعبوا معهم يا مع السلامة حبيب قلبي مع السلامة لا تنسون القرصان والجريش باي باي ترى هم منك ولو جبنت باي باي يا مرحبا ترحيب يا مرحبا ترحيب هلا كم باقي من الوقت؟ ايش تبي؟ تدري ان العتب كبير عليك شوف لك صندوق تدري ان العتب عليك كبير لماذا؟ عتب كبير عتب والله عتب ما اقدر لا لازم بيني وبين قل لي عشان يكون عتب قل لي العتب عتب جدا يا اخي مزعلني انت بامر ما انا مزعلك اوه اوف ايوه انا امري في حياتي ايه ما زعل احد ولا احد يسحق طيب ها بري جدا جدا براءة ايه يبغى اختار صدق انا هنا خبي شعرك والله شعرك كذا جنب والله بالعكس لوكك حلو حريري اختار الصندوق اخترت لنا طبخه لا لا دقيقه يوميا الناس والله العظيم كل واحد ادخل معه يجيب لي طبخه زينه وتتيسر الامور لا انت راح تجيبها لي وتفضل من يوم سويت الحركه دي وانا عارف ان غسل ايدينا ضعيف فيها يا قب 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 بالله عليك سمعت لا لا انا بختار سمعت زمان اخي طبخه الناس من هذه اختار اللي تبي يا ابو فجر هذه بقفلها بس ترى مفتوحه عشان كذا بقفلها عادي وخرها على جنب واختار اللي تبي بقفلها اول قفلها يلا ما شاء الله لا لا ما ما اعرف حري انت ما شاء الله امين كلك امانه وكل شفت هذا شفت النقطه هذه إيه؟ اللي كلك امين وامانه كلك نظر كلك نظر انا شوف يا ابو فجر والله لا يكثر خير من الشغله لا ما غلطان ذيك 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 جابر جابر ما اعرفهم باي شكلها لا 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 اوكي ما شافه جابر ما شفته انا ما شفته اخر انا ابو مرجان انا عرفت ليش زعلان من زعلان ليه زعلان عشان قلت انت قد طقطق عليه الدريشه والله طقطق على نفسك انت تجيني بعد البث عشان تشوف محمد ولسانه زين اه بس محمد هذا شيء احنا هذا شو وضعه طيب هذا محمد شفناه شيء قدام امام عيوننا يعني تحطه في ذمتك لا ما احطه ليش تقولها طيب
حق غيره. تكحل ولا تضحك شو لكن؟ لا هو قاعد يتكلم مو بنا. لا انت تكحل الحين ولا لا والله ما بكح قاعد اصلح. ليش قلتها طيب؟ ليش قلتها؟ لاني اريت. من اللي قالك قولها؟ وين؟ وشو؟ من اللي قالك قول هالكلمة؟ اي كلمة؟ اتحداك تصير قوي وتقول اي كلمة. والله ما قلت شيء قسم بالله. يا شيخ خاف الله. والله اني قاعد اصلح. خاف الله. ها اتكلم على الموضوع سمع اللي سمعوا اذني. ايوه امس هو قاعد يقول لي حط هذه عشان كذا تاخرت لاجي عندك. لا يقول لي الصفرة صدق لو صارت وقلتها صدق قلت يا مرجان يا اخي انت حساس يا اخي. لا مو حساس في امور الواحد يقول الاصفر يقول الاصفر هنا والاحمر هنا. طيب ما فيها شيء ذي. طيب ما فيها شيء. انت ايش فيك منفس؟ طيب ما فيها شيء. من اللي قال لك فيها شيء؟ طيب الموضوع من اللي قال لك ان هذا غش؟ اي غش؟ تعال. لا 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 يا 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 منتهي يا رايح فيها. ايش فيك؟ انت ما تاكلنا. نعم. هذه صندوقين وهذه صندوقين. نعم. اسمعني. اي نعم. والله يا مرجان قبل ما في سؤال جايبك من برا من هنا قلت لك مرجان حط واحد واثنين وثلاثه واربعه اختار بينها. غش؟ غش. خلاص نفس الموضوع واحد اثنين ثلاثه اربعه اختار بينها لا تخلي واحده هنا وواحده هنا. طيب. وين غش فيه الموضوع؟ ما في غش. لكن نقزت بكلمة ما أدري معناها وش. أنا أتكلم على اللي شفته. لا ما شف ما في غش. نيتك ونيتكم. والله ما. ذا كيف قلت والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى براحتك. أنا باش أنا شفت. أنت شلونك؟ شفت ترى أنا أتابع. أي حياك الله. حتى لو أني في الطريق أتابع. طيب هذا الموضوع ذا كيف الوضع؟ أصبر. أي. تعرف اخر واحد سوى الحق سويته؟ وش سوى؟ وش سويت؟ سويت؟ وش سويت؟ اصبر خلنا خلص. قل لي وش سويت؟ يلا وش سويت؟ لعبت اللعبه معك. العب فيك لعب هنا. اقول لك بطلني يا شيخ الله. بطل قبل ولا ببطل؟ بطل بطل. فك فك. تركني بطل. فكر ولا روح. اقول لك. الحين انا بعرف. خليك ريلاكس. والله ريلاكس. وش جدا ريلاكس. والله ما منفس بالعكس. ما اعرف ما عاد تسوى. ما تعودت ابو فجر عليك. والله بالعكس ادري شفت كيف؟ بس انه خلاص ما عاد تسوى عندي. ما تعودت ابو فجر منفس. يا حبيب قلبي. عشان كذا انا احبك. انبسط. ابي اعاتبك. انت واثق في نفسك؟ اي والله. ما عليك في احد. خليك انبسط. وانبسط. انبسط. هذه ما سولف. اضحك. طريقتها كيف؟ طيب. شفت هذه؟ هذه 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 كذا كذا. طيب طيب واحد يختار لون. تبغى الاصفر ولا الاحمر؟ اختار لون بسرعه. اختار يا رجال الاحمر. يلا احمر. انا طيب ابدا يا في ازرق يعني مثلا جابر. اكيد لونك ثاني. جابر عطني ابيك تم اجمع لي 50. يلا 50 ايش كيف 50 20 30 طيح ال10 العشي بس توصل ولا ما توصل؟ توصل توصل. يلا هذا لا حقي؟ لا لا هذا حقك بس؟ ايه انقلت. انا اقول عشو عشو. يلا ايش رايك في اللعبه؟ حلو غير هذه مو باصلنا. بدينا يلا شوف يعني اذا ضربت تطيح. يا ابو فجر اول بدايه تست. روق ابو فجر. روق اول بدايه تست. ايش ما نسوي؟ ايش تست؟ تجربه تست. تست ولا تست؟ يلا جرب. يلا تست تست. يلا جرب. اصلا السقف حي. يلا جرب تست تست. يلا كم تقول؟ 50. يا نجيب الأربعة كلها. سلام. شفت هذا تست. لا ما هو تست هذا. لا 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 كذا واحد واحد حبيبي. تست قالوا قبل شوي. ما قلت توست. قال لي قلت تست. يلا يا جماعة ما عليك قول بسم الله. يلا ابدأ. شفت خلص عليك. مستر شوف قطعها. الله يهديك أبو. قول بسم الله. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. يلا. بسم الله الله أكبر. يلا. حاكته. راعي شوف. واحد. يلا خلاص سيبها. ماشي وخرها. هلا وخرها. يلا. هذا تو مالها. دقيقة. يلا. ليه كذا؟ خليه يضرب فيها يا ابن. أنت حقتك ضعيفة. أيوه.
تبي تست؟ اوه اعطنا واحد هنا بس باقي 30 30 20 اضرب على 20 وخلاص يلا 30 يا سلام يلا يا سلام 40 لازم تجيب ال 60 كامله خلاص باقي ال 20 يلا معك 3 كور يلا يا سلام ما راح تدخل يعني روح يلا روح روح لا تصلح لا تقتل يلا اوه يا سلام ما بنتين انا يا رب يا سلام يلا تكا الله هناك راح هناك يلا يلا شوف انت رايك توكل على هناك لا انت بروك توكل الله هناك فاضي لك انا ترى ادعس ابو فجر ادعس الكاميرا بتكون امام ظهرك خليك هنا احسن يا ليل الليل طيب هنا هنا تعال تعال كيف كذا اقول لك ترى شغلت انا هنا هنا انت من قالك انك سقيار على كيفك انت قلبها 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 ما يعرف خل حلوه هذيك مسكين ما يعرف كذا 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 جرك انت في الاخراج كذا يلا العز ابو فجر يلا قوز غطا يلا اوه خلا سريع خلا سريع لحظه لحظه يلا التست الاول ترى عدته ها لا تلمس اللعبه ترى عدت هذا لا العب معلش اي لا تلمس الكور دي لا تلمسوها ولا شيء انا المسها لا تحرك شغلتنا قسما بالله شغلتنا مسوي فيها فاهم علي بالالعاب حقك يا قلت سلسله يا صبر الارض عليك ادعس ادعس اول مره اشوف وحدك تجي فوق تجي تحت احنا طلعنا ما نروح على فوق هين على فوق يلا كويس كويس مو بخربان انت لانك انت ركز لازم نعدل هذه عشان ما تجي على فوق على تحت لا شوف محمد اسمع على الارض شنو خلع على الارض تبع الارض محمد ركز هدي انت قاعد تسوي الحين قاعد اصلح ذي اللي مكروفه داخل ركز اربع دقائق اربع دقائق ايش تبدا باقي لك اربع دقائق تبدا العب شوفها هذا خربان خربانه والله الحمد يا اخوي العب ما اخسر ما اطلع يا حبيب اخر شوف شنو نروح هناك حطه في الاصفر حطه في الاصفر وعدنا ما نطلع ها جرب 20 جرب 100 وحده لحظه لحظه شفت ها شفت شفت لا لا انتر شفت كيف لعبت ها انت ايش دراك ها خلاص قريب تبغى انا اعطيك الاصفر لا كلها قريب اي اصفر لا لا بعطيك الاصفر وضع طيب الاصفر تعال عبي يا جابر دي اشتغل عندك انا ايش اشتغل عندك ما تبغى تساعد خويك بسرعه 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 الحزب المليان الحزب المليان طال عمرك ايه ثلاث دقايق محزب على كيفك ثلاث دقايق انا اقول لا الوقت انا اقول لا الوقت ابو فجر عاجب كلنا مو عاجب يا تبول اطلع لا تطبط من خلال يلا اضربك في الخلاط الحين اقلبك قلبيه ها 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 يلا شوف شوف اسمع عشان اللعب دقيقه قلت يا بروح هناك ليش اظهر يا اخي روح هناك عشان الكاميرا شوف عشان الاحمر خربان بزيدك بدل 50 100 اوه يلا 20 20 اوه 10 بسم الله اوه يا سلام يا سلام لا تلبس انا البس انا اي يا سلام يا سلام الله باقي واحدة زود زود 50 بس 50 انا ابي زود ذاك ها زود على سوسي يلا انا ابيك عشان كذا بس خلاص انتهت السالفة ليش زعلان ومنفس وطفشان ولا هو مدري وشو ابدا وانا مدري وشو زعلان منك ومدري ليش لا 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 ما انا ما زعل انا اللي عليك عتب بس بسيط اعتب اعتب عاتب 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 يا انت ابني وانا ما احب غيرك كمل روح ما اعرف طيب يعطيكم العافيه الله يعافيك نطلع لا لا تطلع ايش رايك في اللعبه اول شيء اللعبه اعطني تقييمك اللعبة يعني وجهي جميل يعني اللعبه جميله خلاص انا عندك ثقه الحمد لله خلاص انا قلت زي وجهك يعني انت قبل شيء زعلان ومنفس لا والله انت لو قلت لي محمد زي وجهك لاقول الله يبيض وجهك وجهي كويس ما فيها شيء اي انا اقول انا يعجبني ان الثقه اللي عندك اي انا واثق في نفسي الحمد لله اللهم لك الحمد كيف حالك طيب تبغى انا اصدمك اصدمك ايش يلا عيدوها عيد ايش على كيفك هو عيدوا اللعبه فضيلك انا ابغى 100 100
شلون بتخلق لك 100 الحين بقى 160 كله كيفك عاد فنجدك ما لقيت صاحي انت ولا صدق والله الشارب اليوم يتكلم من جد الشارب اليوم انا انسان كيفي ايش فطرت اليوم ايش فطرت ما افطر الحين هذا سجني وانا حر اتحكم اسوي العب كيفي العب واحده خمسه اربعه اقول لك ثلاثة اي اثنين واحد لا تلمسني لا 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 تلمسني خصم زي اللعب انت ايش تبي لا تلمسني العيدة ثاني مرة يعني لا تلمس انا مقدم زي اي مقدم تحترمني و منك بس ولا تقعد لا روح صلي شعرك لو سمحت كيف تبي؟ ها؟ ايش تبي؟ قاعد لكم هنا انا مع نفسك يا ابو شباب شايف معنا حتى الاكلات مليانه شعر ولك مطبخ ولا شعر معقوله نص نعيد يعني ولا شيء لا حبس انفرادي هنا عشان انك عجبان علي لا العتب يعني يمكن هي بحاجه زي كذا انتهى انا انسان انا انسان الى الان احس انه هنا اصلا احس انه هنا لا 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 اعطيك واحده ثانيه خلاص يعني انا يوم طلبت منك لحظه طيب خربها صح يلا صلحها صلح ابوها خمس دقائق ما صلحتها يا ويلك اعطوني البارصه خمس دقائق البارصه خمس دقائق خمس دقائق ما صلحها يا ويلك يلا خمس ثواني أربعة خمس دقائق ولا خمس ثواني ما لي دخل خمس دقائق أنا ألغيتها من عندي أنا بكيفي الحين أقول كلام خير ما في خمس ثواني لا لا اسمع اسمع أربعة اسمع أتكلم جدا شوف في كلام بيني وبينك قول كلام استريح طيب قول كلام وأنا أسمعك وأمامك قول كلام شو أسمعك وأمامك بفهم أنا شو وضعك أنت يا أخي أنا إنسان اختلطت يا أخوي خلاص جابها طيب تقول العبها ابن حلال يلا فك فك جابر شوف والله ما انا والله كسرتها تتحمل انا زعلت ما في كم البورصه انا زعلت 550 333 اتوقع انها ان شاء الله انها زي كذا 333 اشيل منك حق ذي وخصم زي اللهب لا تضحك لا تضحك غلطان هذا انت الحين كسرتها افاهم مرجان وش اسوي انا؟ اذا صلحتها اصلحها ولا اجيب لي لعبه زيها لا لا من الحين اجيب لك ما لي دخل دبني شوف كيفي نجيب لك انا اول مره اشوف هذه امانه تسجيل ضاره الان طيب النتيجه كم؟ تسجيل ضاره من اعطيتنا حقنا ما في انت عتبان انا ما بعطيك النتيجه والله عتب كبير ما انا على من؟ والله على من عتبك؟ عتب علي ليه؟ ليه؟ لاني اغليه 333 عارف قبل لا تقول خلصت ورانا دراما يا اخي بنجهز دراما ايش؟ دراما اليوم ايش دراما؟ يلا يلا ورانا تسمع كلام واحد ولا لا؟ انتم مع من؟ انت مع من؟ رايح لو سمحت انت مع من؟ رايح هذا بينكمكم ترى من هو؟ نكبة هذا اي ما اكثر منك انت اسف ما اكثر منك انت سبع ونص انت نكبة انت مش عارف انا اكرهك سؤال ايش رايك؟ والله فقرة دراما محتواها كبير لكن سهلة سؤال مهم سؤال مهم ايه وانت لك 10 ثواني سؤال مهم والله انت يا اخي انت ما شاء الله انت اليوم بالدفع انت ما شاء الله اليوم قوي اليوم يا اخي ليش متنرفز اليوم والله ما انا متنرفز يا اخي ايش فيك يا اخي يا اخي ايش اسوي؟ روح اشرب لك ليمون وريلاكس وروق يا اخي دقيت اليوم يا اخي انت متنرفز يا اخي ايش فيك يا اخي؟ اقلب عليك ترى انا للحين ما قلبت عليك باقي تقول لي عتبان اعتب يا حبيبي انت تحب محمد اعتب تحب محمد ولا اموت في محمد بس تبسط ها مع نفسك طيب انت انسان الان اوفر وش الابيات اللي قلتها في محسن الاوفر ابيات محسن ايه ذاك لما صار ايه الله يا اخي انا انسى انت خلاص يا علي خصم عليك تلمس السيارة ها شغلت لك اياها عشان تطلع قلبي قلبي 100% قلبي طب اسمع اسمع تحبني؟ تحبني يا اخي اشغلتوني فلوس والله والله الفلوس والله احب الفلوس والله حقيقة مع السلامة طيب انت تسألني تحبني ولا كيف؟ كلكم وسخ دنيا كذا وقتي انتهى معكم وانا اليوم خميس ونيس وبصراحة اليوم صار تعيس شفت وجيهكم بس ازددت وناسا طقتني انا اول مره اكره الخميس
تعاسك اول مره اكل خمس شفشير. لا بالعكس انا ما اجي لك اول اجي بنسلم عليه ونمشي. تعال 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 ايش تبي؟ ايش تبي؟ يا مرجان انا اكل فجر الاحد كمان. ابو فجر انت ابو فجر انت لحالك ابو فجر سجل تجي لحالك. البورصه 330 يعني 333 101 116 ونص 116 طيب على كيفك 116 ونص؟ لا لا ما 116 لا 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 ما 116 لا ما 116 على كيفك انت؟ 166 ونص وش هذا يعني 166 اي 166 166 ونص نص ونص. طب النص هذا انا بشوف مصطفى هذا كيف يشتغل هالنص؟ هذا النص انا اقول لك النص هذا باخذه لا 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 عشان قيمة النص تجبر دائما الكسور تجبر انا اتكلم الكسور تجبر انا اتكلم والباقي سالب باقي سالب ايش؟ سالب ايش؟ انا طالب 100 سوي لي 50 زين سوينا لك 50 والله طالب 60 يا ولد 50 سويت لك 60 سوي لك 50 طالب 50 طيب 60 طيب وبعدين ايش قلت؟ على كيف مزاجك على اربع ثواني تقول غير 100 صاحي انت عقلك معك والله بكيفي انا قايل لك يعني الحبايب اللي معك كلمهم قلت ترى 50 طلبت ولا والرطبه يا اخي الحبايب ارقمها محمد خسران في السجن ما يصير وشوف انت راحت عليك سالب خلاص مع نفسك اقول لك عاد يا الله لا شوف انا ما بدي انا ما بدي اسلوب جميل بس انت عطني اسلوب جميل بما انك الان جابر عندك والله اني هيبه اقسم بالله هيبه هو هيبه والله هيبه والله هيبه والله لو اني بابا هيبه ابو عمر ما ينبثق امامي انا من هو البنت ابو عمر ابو عمر ابو عمره ابو علي ابو العمره ابو العمره خليني اكلج يلا خلص بسرعه خوف يعني ولا احترام لا 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 لاني انا زعلان يؤسفني عساك ما ترضى يؤسفني عساك ما ترضى من هنا لا لا الى المدينه سالم ما عرفني انا والله شوف لا انك تصير معنا نكون حبايب حبايب برا هنا لا هنا نظام شغل وانا اعتذر منك ويؤسفني اقول لك انت سالم لا ما يصير ايه لا ما يصير شفناها سالم عتبانه والله مع نفسك والله مع نفسك ترى على فكره لا اعتبر ولا شيء انت قلبي وسيع انا اللي يعتب علي ترى ازيد احبه زياده شيلها معك ارجع شوي تعالي اموت فيه انا اللي اعتبر بدا يروح الحين ترى في خاطر لا طب انا اشوف كذا كثرتها معي يمكن اسكتك بواحد الحين انا اشوف انا اتكلم على اللي اشوفه هي تشوفه ابنك انت دحين كويس وروقت بديت ورايق وبصوت والله رايق فيصفني اني اقول لك سالب والله اني ناجح غصب من عنك الان وبرضك اذا كذا اوفر من هنا جدا اوفر من هنا اوفر طرق جبت 50 اخذنا 50 انقز عيونك 50 جبناها جبنا 60 مو 50 كذا انا اعتب عليك لا عساك ما ترضى اقول لك مع نفسك نفس اسلوبك مع نفسك يلا فك البوابه خلينا نمشي شفتك يلا يا جابر يا الحبيب انت يا زعتور او قوم يا الحبيب شوف وضع هذا خلينا نخلص والله بروح اتغدى تغدى معنا ولا لا قوم اطلع برا يا جابر تغديت انت ولا شيء انا عتب سالم سالم اعتب من هنا لبكره سالم انت خد سالم انا صالح. انا موجب صالح سالم انت موجب انا صالح صالح من صالح صالح من ها يؤسفني يؤسفني اقول لكم انتم سالم لا هو سالم انتم الاثنين ما ادري خلاص لا من انت؟ انت حلمان الحين تاكد انت حلمان عبود كيف عبود كيف تخاف عبود عبود يا مرجان اهلا شوف يا ابو فجر انت عتبان لا مع نفسك طيب عبود شوف ابو فجر شوف ابو فجر عبود اطلع برا خلاص شكرا لكم يلا روحوا عيشوا الريريتي اصبر 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 ايش تبي؟ انا كم خدمه؟ ولا ريال تبغى انا اسولف عجبك اطلع برا لو تخصم 3000 انا حساب بمشي واخر يعني ما ترقاك يعني ما ترقاك ان شاء الله 3000 في الدنيا على المحك اخر شيء في شغل برا وفي شغل ايش؟ ناس قاعد تنبسط برا ذا ينبسطون وش دخلنا فيهم؟ انت ايش دخلك فيهم اصلا؟ تاخذ سيارتك الحين تضرب الباب انت. طيب اوكي انا ابيك تنبسط انت وياه وجمهور. مالك شغل انبسطت؟ الجمهور منتظر. ماني منبسط، علمني الجمهور منتظر العصريه الجميله. ان شاء الله الحين تلقاني برا. يلا راح اطلع. طيب قول لي كم؟ وش تبي؟
أبيها كاملة. ما في ولا ريال. مرجان كذا تخسرنا. معليش. تخسرنا. خسر محمد تخسر جابر. أنا تدري إنك شوف. تدري كم باقي يوم؟ كم باقي يوم؟ ما أدري أنت. 17 يوم. إيه. حاولك تستفيد منا. إيه. من مهاراتنا ومن أدائنا معك وأسلوبنا بالكلام. يعني حتى الحركات دي تحاول تعلمها. مهاراتكم. إيه مهارات. وأدائكم. وأسلوبنا. وأسلوبكم. أسلوبنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مهاراتكم. وأداءكم وأسلوبكم. أيوه. الله أكبر. مو معجبك تعاقد تعدل أنت شو تسوي؟ شكرا لكم. كم أخذنا؟ لازم أستفيد. لازم أستفيد والله. إيه خلاص خذوها لكم بالرصيد. طيب الله وجهك. شكرا لكم. ها شغل تعال تعال خلنا نسلك البواب. هلا بالصوت وعلى زعلت جابر؟ ها انت باقي عتبان مع نفسك والله مايز انت باقي عتبان مع نفسك مرجان بريك بعد والله طلع عنده بريك بيه هناك شوف 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 طلع عنده بريك ها شوف شوف والله طلع عندك بريك جابر هلا حبيبي يا اخي نفس اليوم نشتغل مسرحيه والله مستعدين شوف انا الاب وانت الولد واصفك 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 والله والله امي تفضى الدور والله انا امي تعرف ايش امي تفضى الدور بخبرك انا اوكي بنسوي هذه المسرحيه اصفك اوكي انا عندي مسرحيه ثانيه اصبر انا امنيتي ان شاء الله اكون جلاد في السجن وتكون انت مسكن يا الله اصفك وقلتك وقلتك في الجلاد اخذ هذا السيناريو يا رب اني اخذها